جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله وأخيه، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وقد تم خلال الاتصال الإشادة بمتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على عمق هذه العلاقات وسبل تعزيزها في مختلف الأصعدة تحقيقا لخير وصالح الشعبين الشقيقين.